هلا سلمى، بدنا ننتقل لمحطة بتلامس ذاكرة ووجدان الكتار منا وبتعكس نبض الحياة والبعد الحضاري للسوريين بكافة المناحي. أكيد نور، رح ننتقل للحديث عن التحضيرات يلي عم تجري على قدم وساق لإطلاق الدورة 59 لمعرض دمشق الدولي. شو هي الأنشطة والتحضيرات وسير العمليات وأيضا المعارض الجديدة المشاركة ضمن إطار هذا المعرض؟ أمور رح نتحدث عنها مع ضيفنا بالاستوديو سيد إياد محمد، عضو اتحاد المصدرين السوريين ورئيس القطاع الزراعي. يسعد صباحك. يسعد صباحكم بالخير. يسعد صباحك. بعد انقطاع 6 سنوات للمعرض، خلينا نحكي عن مشاركتكم هي العام. شو هي، شو الجديد فيها؟ هلا الجديد انه انعمل معرض بسوريا. يعني 6 سنوات نحن بدك تعتبري كنا موجودين خارج البلد عم نطلع لننقل تجربه المنتج السوري ونطلعه الى جميع الدول، لبنان الى العراق الى ايران، عم نطلع الدول على الجزائر، عم نحاول نشارك لنوصل المنتج السوري الى الخارج. السنه الجديد انه كل هذه المعارض اللي كنا عم نعملها خارجية انتقلت لتقام بسوريا، لنعطي يعني بدل ما كانت نحن عم نعطي صورة عن التعافي إعلامية فقط، هلأ نحن صرنا عم نعطي صورة للتعافي بصورة بصرية. أنت بتجي على الشام بتشوف الشام، بتشوف الأمان، بتشوف الخير، بتشوف الإنتاج المنتج السوري، بتتواصل مع المنتج سواء بالمعرض سواء بالمكان الإنتاج المباشر. فهي الرسالة، هي الرسالة الأساسية. الجديد إضافة غير أنه نحن البلد عم يتعافى، الجديد هو اللغة الجديدة بالتعاطي. قبل كان كل جهة عم تعمل معارضها بشكل مستقل، أخذت قرار الفعاليات الاقتصادية مجتمعة بتوجيه من رئيس الحكومة شخصي ومتابعة من كافة الحكومة، أخذوا قرار أنه لإنجاح هذه الفعالية اللي عم تقعد تحت رعاية السيد الرئيس بشار الأسد، ليعطوا صورة حقيقية عن هذا البلد وعن يعني حرب كبيرة عم تنعمل على هذا الصناعة السوري، على هذا المواطن السوري. عم نرجيهم لا، نحن متعافيين، نحن ماشيين بطريق التعافي، نحن بلدنا صامدة قوية موجودة على الأرض. فكل الحكومة مجتمعة أخذت قرار أنه ينجحوا هذا المعرض. كان لنا تجربتين تحضيريات لهذا المعرض. أول شيء معرض تقنيات التصدير اللي تم ببداية العام، استضفنا 200 رجل أعمال إجوا. بعد هذه الاستضافة كان في إقبال هائل على من بالنسبة للعراق على سبيل المثال، اللي هو أحد الأسواق الرئيسية للمنتج السوري. كان في قدوم هائل إلى سوريا، وتحركت الخطوط الجوية باتجاه العراق بكل الأبعاد تبعها. تطورت التجربة للتخصص بالمعارض، صار معرض نسيج والألبسة اللي تم كمان بثلاث فنادق كبيرة من حوالي من شهر ونصف. كان في دعم حكومي واضح، متابعة حساسة يومية من السيد رئيس الحكومة. استضفنا 600 رجل أعمال من 12 بلد، بلدان عربية وإيران. صار في تعاقدات لحدود 1,000,000 قطعة للموسم الصيفي. صارت قدم رئيس الحكومة أيضا موضوع الشحن المجاني لهذه المنتجات كدعم فعاليات اقتصادية، مقدمين دعم بتذكرة السفر نحن وهيئة تنمية ترويج الصادرات وغرفة الصناعة بدمشق وريفا. قدمنا تذكرة السفر، قدمنا الإقامة مجانية للقادمين وأخذوا الشحن مجاني، وحققت نجاح باهر أنه 600 رجل أعمال إجوا. الدورة الحالية الجديد فيها أنه نحن مستهدفين أنه يكون المعرض دمشق الدولي بنكهة تخصصية. نحن كاتحاد مصدرين ألغينا الدورة اللي خريف وشتاء 2017-2018، ألغيناها اللي كانت تنعمل ببيروت، وهو كان طقس يعني الدورة الـ 11 كان الطقس سنوي عم ينعمل. نحن من ما قبل قدومنا اتحاد مصدرين نحن نعمل معرض سيريا مود ببيروت، انتقل هذا المعرض بأكمله إلى معرض دمشق الدولي. فيه مراهن انه عقد ورشات تحضيريه هامه جدا عقدتها. الجديد كمان يعني بنحكي على الجديد، الجديد هو تكافل وتضامن كافل الفعاليات الاقتصاديه. نحن بالورشات التحضيريه اللي تمت ورشتين بدمشق مع قطاع لدعم قطاع النسيج وتوضيح المعرض للصناعيين قطاع النسيج، كان فيها كل ورشه اقل من 200 رجل اعمال وصناعي موجودين فعالين على الارض. صارت وحده لقطاع النسيج، الثانيه صارت لقطاع الصناعات الغذائيه، واليوم في قطاع الصناعات الكيماويه وقادم قطاع الصناعات الهندسيه. الحراك كان فيه تفاعل بين غرفه
باتحاد المصدرين، غرفة صناعة دمشق وريفة، واتحاد غرف الصناعة، غرفة صناعة حلب، اتحاد غرف التجارة. امبارح بالبرشي كانت مؤسسة عمل معرض ومؤسسة سورية للتجارة مشاركة بقوة. يعني فيه الجديد انه تكاتف الجميع لإظهار هذه الصورة. تمام. تشاركية كاملة بمظلة حكومية كبيرة بتوجيه بدك تعتبري من الراعي الرئيسي السيد الرئيس انه لانجاح هذه الصوره واعطاء الصوره البصريه الحقيقيه لمعرض دمشق الدولي على ارض الواقع. طبعا. بسوريا. اكيد استاذ اياد، يعني في كثير تفاصيل لسه رح نحكي فيها، ولكن بما انه حكينا عن معرض دمشق الدولي الحاضر بذاكره السوريين، خلينا نتابع اهم التفاصيل اللي كان يشهدها هذا المعرض والجوانب اللي موجوده عبر سنين مرت من زمان بتقرير لزميلتنا متيلدا كربوج، ونرجع نكمل حديثنا. معرض دمشق الدولي معرض يقام في دمشق سنوياً منذ عام 1954، هو من أقدم وأعرق المعارض الدولية في الشرق الأوسط، وتشارك في دورات المعرض عشرات الدول من مختلف قارات العالم وألاف الشركات السورية والعالمية. كانت الدورة الأولى له في الخمسينيات حدث اقتصادي دولي كبير، فقد حقق نجاحاً فاق التوقعات، وكان النجاح على المستوى الاقتصادي والتجاري وكذلك على المستوى السياحي. وأصدرت المؤسسة العامة للبريد بمناسبة انطلاق المعرض طابع بريدي تذكاري، وأصبح تقليداً مرافقاً لجميع دورات المعرض. أقيم المعرض على مساحة 250 ألف متر مربع، يمتد من ميدان أو جسر فيكتوريا ومتحف دمشق الوطني حتى ساحة الأمويين بمحاذاة نهر بردة، بنوافير المياه ذات النصب والمجسمات والأشكال المختلفة وأضواء نوافير المياه الملونة المنتشرة في النهر على طول المعرض، إلى الساحات الخضراء ومجسماتها، وفاق عدد الزوار 1,000,000 زائر من مختلف الدول. شاركت في الدورة الأولى للمعرض 26 دولة عربية وأجنبية، إضافة لعدد من المؤسسات والشركات الصناعية والتجارية السورية. لم يقتصر نشاط المعرض على الأجنحة الدولية للدول المشاركة، وللشركات والأجنحة الصناعية والتجارية ومراكز الأعمال والنشاطات الاقتصادية، بل تقام فعاليات فنية وثقافية ترافق المعرض كل عام، مثل المهرجان المسرحي الذي تشارك فيه فرق مسرحية من مختلف الدول، وكذلك المهرجان والحفلات الفنية الذي شارك ويشارك فيها سنوياً نخبة من المغنيين مطربين ومطربات من سوريا والدول العربية ودول العالم. وبعد توقف نشاطاته طوال سنوات الحرب على سوريا، سيعود معرض دمشق الدولي وفعالياته في صيف 2017. أستاذ إياد، خلينا نحكي عن يمكن المعارض الجديدة بهي الدورة، يمكن هي الدورة اللي مميزة في إضافة جديدة لعدد من المعارض ما كانت موجودة بالدورات السابقة. هي فعليا في معارض جديدة، وفي معارض جديدة اللي كانت تخصصية بالبلد. هلا الدورة العامة للمعرض فيها كانت بتعرفوا أنتم كان مشاركات شركات، مشاركات تقليدية لشركات سورية، صناعيين سوريين، أجنحة متخصصة. لهذا العام الفعاليات الاقتصادية عم تعمل معارضها التخصصية كاملة ضمن المعرض. فعندنا مثلا احنا كفعاليات اقتصادية عم ننظم حوالي 7 معارض بالتعاون مع الوزارات المختصة. عندنا معرض الصناعات النسيجية والألبسة اللي طبعا هو أهم، وأهم قطاع كونه أهم قطاع متعافي بيلحقوا مباشرة قطاع الصناعات الغذائية. أهم قطاعين تعافوا عنا بسوريا هن هذه القطاعين. القطاع الثالث اللي هو قطاع الهندسي وقطاع الكيماوي. باتفاق بين مع وزارة السياحة راح ينعقد معرض الزهور المركزي اللي كان ينعقد بحديقة التشرير، راح يكون معرض زهور دولي موجود بالساحات الرئيسية للمعرض بمشاركة محلية ودولية، وإقبال إن شاء الله راح يكون عليه كتير جيد بالتعاون بين مع وزارة الزراعة. كمان نحن عم ننظم معرض الزراعي المركزي دولي، كمان راح يكون في مشاركات خارجية ومشاركات لأهم الشركات السورية العاملة، بالإضافة لهذا بالتنسيق مع وزارة النقل الكامل راح نعمل معرض للشحن البري البحري الجوي. هاي بالنسبة للمعارض التخصصية المسؤولة عنها الفعاليات الاقتصادية، في معارض الحرفيين، في معارض الجهات الحكومية، في معارض كل جهة بسوريا. يعني راح تشوفوه إن شاء الله بدورة معرض كل جهة في سوريا
مقبلة على هذا المعرض لتظهر الوجه الحقيقي لسوريا ونشاطهم خلال هالست سنوات، انه نحن ما توقف نشاطنا، نحن موجودين، نحن منطلقين، والرؤية الخارجية معنا. نحن اذا بتتذكروا بالفترة الهجوم عملنا معرض سيريا مود دمشق، بنفس الفترة اللي كان في هجوم على منطقة القابون والاحداث الضخمة اللي تم ترويجها اعلاميا عالميا، واجانا 600 رجل اعمال. نحن الاستهداف الحالي متوقعين ان شاء الله بالنسبة لنا اكثر من 2000 رجل اعمال استضافة من جنسيات مختلفة من 20 بلد رح يكونوا موجودين. كل قطاع متفائل. نحن متوقعين مثلا بقطاع النسيج انه في تنافس مبيعات بين تناغم لا، او حتى تنافس جميل يعني لابراز الصوره طبعاً يعني هذا التنافس طبعاً الجميل. وهي هذا الحكي ما كان زبط الا يعني انا كلمه الحق بدها تنقال في مظله رائع من السيد رئيس الحكومه، ضبط ايقاع الفعاليات الاقتصاديه بسوريا كلها حتى انضبطوا يمشوا باتجاه تكامل عمل لحتى نوصل مع تسهيلات كاملة من كل. يعني بدي أعطيكم صورة، في صورة الأمان بسوريا تتطلب مجموعة من الإجراءات الجانبية، مثلا في إجراءات من وزارة الداخلية لتسهيل حضور القادمين، في تسهيلات من إجراءات الأمن المعم بالمطار بالهجرة والجوازات أنه تكون ختم في مناطق، في دول جاية لعنا في صعوبة بالتعامل بالختم الجوازات السورية، في عنا تسهيلات في الجمارك، في تسهيلات بمنح جوتا للمشاركين. جميع هذه التسهيلات ما بتنجح، يعني ما في أنا قطاع خاص بدي أنا مظلة حكومية قوية تعطيني هذه الأبعاد لهاتف، ما واجهتنا أي عقبة بهذا المجال. دعم الشحن، دعم يعني أنت حكومة بهذه الأزمة بعد ست سنوات من الأزمة تقدر تدفع أجور شحن لبضاعة عم تطلع. صدرنا إحنا هلا مستمرين بعملية الشحن، صدرنا 1,000,000 قطعة، هلا مستهدفين بالموسم الشتوي 2,000,000 قطعة ملابس. مليون قطعة ملابس شتوية تعادل ما يعادل على الصيفي 2,000,000 قطعة ملابس بالبزن بالحجم وبالإنتاج. هذه عم تشغل ملايين الورشات والديكتاتوريه بسوريا على مساحة البلد. تماما. وهون كان بدي أسألك أستاذ إياد، دائما نحن بنحكي عن أهمية المعارض بشكل عام مثل معرض دمشق الدولي أو حتى المعارض اللي كانت عم تقام خلال فترة الحرب، وبنقول قديش مهم تواجد يمكن شركاء من الخارج وشركاء من القطاع الخاص. هي الفرص اللي بيمنحها هي المعارض، يعني قديه نحن هلا ممكن نتوقع فرص تشغيل ولو لفتره قصيره اللي هي فتره المعرض رح تكون لشباب سوري خلال معرض دمشق الدولي او حتى بمعرض سيريا مود او غيره. قديه ممكن يتم كمان خلينا نقول تنشيط الحاله التجاريه الداخليه، وهذا اللي يمكن الناتج المهم اللي نحن عم نبحث عنه من خلال هي الفعاليات. الشغل مو فتره المعرض فقط، نحن إذا بتعرفوا معطيهم أمثلي أكثر على صناعة النسيج كونه الأوضح خريطة بالعمل. على سبيل المثال نحن بثقافة صناعة النسيج الخارجية، المعارض في معارض بتكون لمنتجات ربيع وصيف، وفي دائما معارض بالشهر 8 و9 بتكون لمنتجات خريف وشتاء للملابس. المنتج السوري منتج متفوق، الدول العربية المحيطة فينا والدول العربية المقصد سواء دول المغرب العربي أو دول الخليج أو العراق بتتقبل المنتج السوري، الذوق السوري. نحن نعرف أزواقه، نعرف شو بطلوب، شو حايزين، شو بحتاجوا. هذا التقبل لما بيكون ما عم يقدر يتواصل مع هذا المنتج عم يكون عنده مشكلة، عم يروح على التركي، عم يروح على المصري، ما عم يلبوله الرغبة اللي هي تقصيا هو بيلاقيها بسوريا. لما عم يجي هلا حاليا لعندي عما اقدر انا اوصل قدم له هذا المنتج بتقنيات عاليه. كنا عندنا معامل قبل الازمه كانت معاملنا بتغطي انتاج، وكان معنا اي ازمه كنا منطقه صغيره مثل فضلون كنا نصدر حوالي مليار دولار منها باتجاه اوروبا. تدمير هذه البنيه التحتيه، انتقلت المعامل بالكامل الى ورشات باقبيه المعامل، اتجهت باتجاه يعني أغبية المباني بدمشق، ما بتروحي لمنطقة بدمشق إلا بتشوفي ورشات عم تشتغل، معامل كبيرة توزعت إلى آلاف الورشات، ورشات الخياطة، ورشات التفصيلية بصناعة النسيج. هذا العمل لما أنا بصير تعاقدات بالمعرض عم تلبية الطلبيات عم تمر على عدة أشهر، عم يبعتوها انطباعا إلى هذه الدول، فعم نشغل نحن الورشات، عم نشغل يد العاملة، عم نشغل الشحن، عم نشغل دورة حياة كاملة بالكامل. فأنت يعني بتحسب لي كل
قطعه ملابس عم يشتغل فيها بالخياطه يعني هذا قطاع بيمتص كثير. القطاع الثاني تعافيا وقوه هو قطاع الغذائي والزراعي. نحن لساتنا سله غذاء لكثير من الدول المحيطه فينا، سله غذاء كامله بعد 6 سنين من الازمه. نعم. هذا موضوع التصدير موضوع حياه او موت بالنسبه لنا، والمعرض هو نافذه حقيقيه لحتى اعاده ارتباط المستوردين الخارجيين للبضائع السورية، ارتباطهم بالمنتج السوري ضمن سوريا. نعم، ومثل ما قالت أستاذ إياد يعني سوريا رح تبقى تصدر للعالم كله الحياة، وبرغم كل الظروف بدي أتشكر وجودك معنا سيد إياد محمد عضو اتحاد المصدرين السوريين ورئيس القطاع الزراعي.